يحاول أطفال الحديدة أن يهبوا الحياة فسحة من الحرب، يقفون على بقايا بيوتهم التي كانت عامرة بهم بعد أن دمرتها ميليشيا الحوثي التي تقصف كل شيء تحرر منها، غير آبهة بالمدنيين الذين هربوا من جحيمها في المدينة لتلحقهم قذائفها أينما ذهبوا. هنا في مديرية الحوك بريف الحديدة كان المواطنون يتجولون في حي منظر الشعبي المكتظ بالباعة والمتسوقين. قامت ميليشيا الحوثي بقصف عشوائي للسوق، ما أدى وفق المركز الإعلامي لألوية العمالقة إلى استشهاد 3 مواطنين بينهم طفلان وإصابة 8 آخرين. في منطقة المنظر قام الحوثي بقصف أهالي المنطقة بقصف عشوائي بقذيفة هاون، وراح ضحيتها 3 أشخاص، منهم شخص بالغ السن ومتزوج، ومنهم الباقين أطفال 2، وفيهم منهم جرحى في المستشفى. لم يصدر أي موقف أممي حتى الآن من جرائم استهداف المدنيين في مديرية الحوك، في الوقت الذي كررت فيه الأمم المتحدة حديثها عن مستشفى الثورة، حيث عبر مسؤولان أمميان عن قلقهما من استهداف المستشفى الكائن في المدينة الذي يعالج ما يفوق 40,000 طفل. ما هو مؤكد أن استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين في الحديدة سيظل قصة مكررة طالما استمرت الأمم المتحدة وفق حقوقيين في ممارسة تسييس الانتهاكات بحق المدنيين دون اتخاذ موقف حقوقي قانوني واضح من المرتكب لها، مكتفية بصيغتها المعهودة تحميل أطراف النزاع.